ميرا انسان عم فكر اعمل crying girl makeup مرة تانية. انا عملته مرة قبل بس عجبني اعمله مرة تانية، وكمان بدي اشوف ردة فعل ميرا للمرة الثانية. هل رح تكون ردة فعل نفس ردة فعل المرة الاولى؟ لان هي استغربت كتير انه انا كنت عم ببكي وهيك شكلي. فما رح شيل كل الميكب مشان اسرع الموضوع، يعني ما اطوله كتير. رح شيل بس الاشياء اللي ما لازم تكون موجودة، مثلا البيس رح اخليه، المسكارا رح اخليها، بس مثلا الاي شادو والاي لاينر لازم ينشالوا، لانه ما في بنت بتبكي بتحط اي لاينر وهيك العين المسحوبة الكات ايز، لا ما في، كأنه ما في ميك اب شوي. اكتر شي بلاش ومسكارا بس. اخر مرة عملته بالعدسات، هالمرة بدي اعمله من دون. في فرق؟ يس في فرق كبير كمان. اوكي نشيل الاي شادو والاي لاينر، كمان الاي شادو تحت. حاسه عيوني كاني مكحله، ما بعرف ليه لازم اشيله. اوكي هلا فينا نشتغل بالموضوع. شلت كل شيء، خليت بس الماسكارا. رح استخدم هدول القطن حتى شو يروح اكتر اكسترا. هون كمان في شوية ميك اب. اوكي هلا تمام 100%. بس اللبس بحسهم ما راحوا، لانه هاد كيكو كثير مزعج ما بيروح، يعني بيروح بالزيت بس، بمزيل الميك اب ما بيروح. اوكي هلا رح اجيب بلاشر. انا عندي اوريدي حاطه هون كتير بلاش مثل ما عم تشوفوا، بس رح اجيب بلاشر تبع شي جلام اللي هو اسمه ديفوتد يمكن، او لا مو ديفوتد، في واحد اسمه روز ما ادري شو. سو هاد رح احطه هيك. شو كمان هيك؟ انا عم بخبص. المفروض نعمل كل شيء احمر، اوكي؟ انه على اساس انا البنت الباكية الكيوت وهيك احمر بس بكياتا، يعني شكلي كترت كياتا زيادة عن اللزوم. كياتا صار او ماي جاد يا الله انقذوني انقذني انقذني. هاي مو crying girl، هاي صارت مهرج girl. لا اخر مرة عملته كتير احسن. اوكي جايز عرفت شو عملت غلط، حاولت اشيله هيك بايدي شوي البلاشر. رح اجيب هاد البلاشر كمان من شي جلام، بس شوفوا لونه احمر رح احط، وهذا كتير احمر. It's too much. رح احط الاحمر من هون من تحت وشوي اطلع لهون لبرا، وما بكتر لانه هذا احمر بزياده يعني. ريحته كتير حلوه. هذا بلاشر طبعا، بس بلاشر انه لونه احمر كتير، بس لازم اضل اعمل له دمج. ما عم بلاقي اللون هيك يكون حلو لهالموضوع. شوفوا كله الوان هيك بينكات، وهذا الشيء ما بيفيد. احمر ما حسيت، لا جرب هاد، حجرب هدول الاثنين. هيك بعرف حسيت هدول احلى. الانف المهرج، مو الانف الباكي، الانف المهرج هاد اسمه.
خلينا نكمل نشوف شو بيطلع معي. حط كمان شوية بلاشر هون. اوكي كمان على العين لانه انا عيني كمان صارت حمرة من البكي. هيك على داير العين انه انا بكيت كتير يعني you know. بكيت لحد ما عيونه صاروا حمر. اوكي بلش يصير شيء بس يعني لسه في عندي كتير اوكي بلش يصير شيء بس يعني لسه في عندي كتير تاتشات. اوكي هون وهيك هون اطلع برا شوي. لا 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 حاسة بدي اكتر شوي 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 على العين فقط. هون ما حسيت انه حطيت كفاية الكمية الكافية. المهرج لا والله مهرج طالعة ما حبيت. اخر مرة كتير حلوة طلع معي. انا بحط هاد يعني عم بحاول هيك ابني البلاشر شوي شوي. اوكي هلا شوفوا شو راح الماسكارا من بنفيت حاعمل شوفوا هيك هيك وبعدين شوي سموذينج. نفس الشيء الثانية. I don't care. اوكي. حاسة هيك ما بدها هون شوي. الله علي الله علي الله عليك الله. هالمرة سمحنا. اوكي هلا الليب كلوس. طبعا هاي الخطوة رح تخليني كأني مدمعة او عم ببكي. رح احط هايلايتر وليب كلوس هون هون على الشفايف كمان وبس. فلازم الاقي الليب كلوس شفاف لانه انا الليب كلوس الشفاف اللي كان عندي انا عملت فيه تجربة فخرب. عندي هاد تبع كيكو حط منه شوي نطلع لفوق هون كمان. خففه شوي أكيد هون هون أساس إنه أنا عم ببكي لمعة بكاء. هي اسمها لمعة البكاء احفظوا هذا الاسم. أوكي هون لمعة البكاء هون على اساس انه انفي عميل ما عمل بكاء. هي ما دخل بس هي اوكي. بعرف شو ناقص حاسه ناقصني شيء. ميرا تعي لوك لوك ات مامي تعي كم هير ام فان يا عمري
تعرف انه ميك اب. يا عمري انتي.